شوف، واحدة من المشاكل اللي راح تقع بها حكومة الأنبار الإحراج القوي، عندما تأتي حكومة الأنبار تواجه إحراجات وتحديات في المرحلة الجاية. يعني هناك جهات أمنية تطلع من بغداد وتعتقل بالأنبار، رجعنا على نفس مشكلتنا 2012، وتأخذ إلى بغداد. زين أنت بس عندي سؤال يا الأخ رئيس الوزراء، يا حكومة بغداد، يا ما أدري شو يسمون، والله ما أعرف اللي هم، أنتوا عليش مفتحين في محافظة الأنبار محاكم، ومفتحين أمن وطني ومخابرات والإرهاب وكل الأجهزة والنزاهة، أنتوا عايش مفتحين، عزلوهن وخذونا البغداد فضوه. هذا مو منطق عمي، أدري يعني أنتم هو بلد ودستور، لو هربجي يعني أكو عزمة ثقة. لا مو بس موضوع عزمة ثقة، ما يجوز التعامل بهذه الطريقة. جيت وكرشت وطلعت وبعدنا نفس السالفة، ما قال البعثين حش البعثين، يا عمي كافي فكوا عن العالم، يا عمي لا تدوسون بالمعجن وباكر عقبه يطلع صوت وتقولون ليش انتوا تتحكمون لو جاي تصفون حسابات يعني على رؤوسنا بهاي الطريقه غلط. فانا يعني رسالتي لاخر رئيس الوزراء ان يحدون من هاي الامور. اكو اعتقالات الان، اكو صارت ما يصير. شنو عناوين المعتقلين؟ والله ودعتك صارت يعني بالمناسبه قسم منها هسه مهما يكون العنوان ما يخالف، هو سيء اخذن على الوالدي. نرجع نفس سوالفنا قبل 10 سنين ترى. اي انت ليش مفتح دوار بالمحافظه اذا انت تجي تعتقل؟ ليش خلفها؟ انا من يعتقل واحد من ابناء عشائرنا وطالب به يقول لي والله يا شيخ مو احنا بغداد، انت جاي هنا يعني اخر خضره، فراح حكومه الانبار عليها كثرة هاي القصه له. لا مو بكثرة، بس احنا في بدايه الامر قبل 10 سنوات هم كانت قليله، بعدين صارت بفراط، فاحنا ما نريدها بقله وتروح الى الى الطريق اللي مع الاسف يعني احنا نخاف ان نصله. هذه اللي نقوله، انه الحكومه المركزيه نعم ضمن القانون والدستور ايدها تصل وتعتقل ما يخالف، بس هذا مو معناته احنا نضل نخذ ولدنا ببغداد معتقلين. هذا نظام سابق وهذا معلق على الفيسبوك بحصور صدام، وهذه يعني بالتالي بالله عليك يعني انت انجزت كل البلد، قعدت في مكانه وهسه جاي تركض وراء على ذن الصغار، انت مضيع عراق وجاي تركض على صوره. ما يجوز موضوع اوامر القبض اللي جاي تصدر بافراط علينا وعلى ابنائنا، ما يصير هيك. ولو انا اعتقد مجلس القضاء مجلس عدل يشتغل صح، بس مع الاسف لبعض الجهات السياسيه اللي قاعده بعض الضباط التحقيق جاي يلعبون لعبه مو حلوه، لعبه راح ترجعنا ايضا لنفس المشاكل. يعني بالله عليك واحد قاعد بالانبار 2013 طاقة سيارة بالبصرة يقولوا له فلان مؤيد صدر عليهم القبض، طاقة سيارة بالحلة فلان جيبوا أمي، مو هيك، مو هكذا تدار الأمور. لا تخلوني يطلع صوت مع عمي، جاء واحد يعني الناس قاعدة الآن، ربوا المجتمع، لا تربوا على الكراهية. سيناريو 2013 يعيد نفسه؟ أنا أعتقد لا، أكو بعض المؤشرات جاي نحاول نشوفها، ولكن الجيد أنه الوجوه الموجودة الآن بعضها كثير غادر ما موجود من 2013، ولكن بعضها موجود الآن بس مسيطر عليه من قبل القضاء، مسيطر عليه من قبل الحكومة الآن. من يغذي هاي الصفحة؟ والله هو هذا تشيل تحكي عليه. والله هذا ما يخلو أيضا من تآمر بعض السياسيين السنة مع هاي الأطراف، من ضمنهم هذا وغيره.